طيب في واحد كان متحمس وكتب اوفلاين او كتب على الويب ارتكلز فعلا كتير قوي، ورفع معاها صور. ما هو بقى واقف على اللوكال درايف، يعني بياخد الفايل مثلا من السي بيحطه على الدي، ولا بياخده من الدي بيحطه على السي، فهو مش حاسس بالفايل سايز هنا. لكن هتحس بالفايل سايز بقى لما انت تيجي تعمل ابلود لفولدر زي بتاع الايمجز مثلا، ويكون جواه عدد مهول من الايمجز زي ما هنشوف كده، ويكون عندك مشكلة كمان ان الهوست بتاعك بيقول لك الماكسيمم فايل سايز بتاعنا 1 جيجا، فانت عندك ايمج مثلا 1.2 جيجا وايمج 2 جيجا، ده هيبقى وحش لحاجتين. هي اولا ممكن ما تنفعش معاك انها تترفع خالص، تاني حاجة ان هي حتى لو اترفعت وجت الصفحة بتاعتك تتحمل الصفحة تاخد وقت طويل جدا، بالاخص كمان ان في بعض البلدان كتير النت مش قوي جدا، كمان لو على موبايل هيبقى الموضوع مكلف. فكل ده بيدفعني ان انا لازم اعمل اوبتمايز للفايلز بالذات الايمجز. طيب ازاي ده ممكن يحصل؟ تعالى ندخل على الوامب ونشوف فايل مليان بالايمجز ازاي ممكن نعدل فيه. فانا لو فاكر ان احنا الوامب بتاعنا على السي، ندخل في 3W images، هدوس اي طلع لي الايمجز اهي على طول، في مجموعة صور كبيرة جدا. اي صورة انا طبعا بقف عليها هنا الويندوز بيكتب لي تحت السايز بتاع الصورة دي. طيب لو انا عندي مجموعة من الصور بالشكل ده وعايز ارفعهم على السيرفر هعمل ايه؟ في برنامج كويس جدا ممكن يساعدني في القصة دي، واسمه IRFanView، وبيسهل عليا جدا القصة دي ان انا ممكن اعمل ريسايز للايمج. يعني شوف السايز بتاع الايمج ده هنا كام، 3.75 ميجا بايت، يعني ايمج زي دي ممكن تقعد دقيقتين عشان تطلع على الصفحة عندي. فانا ممكن اعملها اوبتمايز ازاي؟ ادوس كنترول ار واجي هنا اعدل في السايز، وبيمكنني كمان ان انا احافظ على الاسبكت ريشيو. يعني انا لو مش عايز ابوظ الصورة دي وعايز اصغر حجمها بس، ممكن اعملها 350 مثلا، شايفين الهايت اتعدل اتكتب لوحده، وادوس اوكي هي كده لسه ما اتسيفتش. ادوس على كنترول اس، كنترول اس كمان بيمكنني ان انا اقلل الجوده بتاعت الصوره عشان يقل حجمها. يعني انا لو نزلتها مثلا لغايه 77% وحطيتها على الديسكتوب، احنا كنا شايفين ان الحجم الطبيعي بتاعها معدي ل 3 ميجا. يعني انا لو دوست هنا كنترول زد هتلاقي هنا الحجم 3.75. تعال نشوفها على الديسكتوب حجمها قد ايه، هلاقي هنا حجمها 32 كيلو بايت. ولو فتحت الصورة ممكن يكون هو ده الحجم اللي انا عايزها تطلع لي بيه على الصفحة اصلا، فانا مش محتاج الحجم المهول ده. طيب لو انا عندي مجموعة كبيرة من الايمجز بقى، هل همشي معاهم واحدة واحدة كده؟ قال لك لا، في حاجة هنا هايلة جدا اسمها الباتش كونفيرجن. الباتش كونفيرجن ده انا هقف هنا على الفولدر اللي فيه الايمجز بتاعتي، وهسلكت الايمجز اللي انا عايز اعدل السايز بتاعها، ادوس كنترول وممكن اختار اكتر من ايمج واعمل لهم اد، يا اما ممكن اقول اد اول او ريموف اول. فانا لو عايز اعمل باتش او عايز اعدل مثلا السايز بتاع الثلاث صور دول، هخش هنا على الاوبشنز، اقدر اتحكم في الجوده بتاعت الصوره من هنا، وادفانسد بقدر اتحكم في الويتس والهايت بتاعها. وخد بالك ان انت لو دوسنا على بريزيرف اسبكت راشيو وكتبت مثلا ويتس هنا 200 وكتبت هنا 100، الهايت كانه ما كتبش، لان هو هيحافظ على الاسبكت راشيو فهياخد الويتس ده ويظبط على اساسه الهايت، وكانك هنا مش كاتب حاجه. فعشان تحدد ويتس وهايت معينين لازم بتحافظ على ان التشيك بوكس ده ما يكونش متداس عليه. بعد كده هنقول اوكي. خد بالك الاوتبوت فولدر اللي بيطلع عليه الفايلز بتاعتك انت بتحدده من هنا، فانا اقول ستارت باتش، شايفين الصور بتاعتي طلعت 7 كيلو، كلهم تقريبا 7 كيلو و3 كيلو. تعال نشوف السايز الاوريجينال بتاعها ايه. فانا عندي ايه 154، ايه 154 هنا السايز بتاعها 419 كيلو، وهنا بقت 7 كيلو. فواضح طبعا ان دي خطوة مهمة جدا
لازم تسبق رفع الايمجز فولدر بتاعي، ان انا هقف على الايمجز فولدر كده اللي هو سبب لي مشاكل ده لما جيت ارفعه. وبكده لو رجعت للداشبورد متوقع ان الاقي الارتكلز بتاعتي نازله ونازل الصور بتاعتها مظبوطه. ادي الصور بتاعتي ابتدت تظهر وابتديت احل المشكله اللي كانت مواجهاني في الداشبورد. يبقى انا متوقع لو دخلت على بلوكس برضه بتلاقي الارتكلز بتاعتك نازله بالايمجز بتاعتها.